الاقتصاد المحلي ما كان له أن يستمر وأن يتغول على شعوبنا لولا الدعم الخارجي الذي يحظى به على مدى عقود من الزمان، والمشروعات الخارجية ما كان لها أن تمرر على أجندات هذه الشعوب وهذه الأمة لولا هؤلاء المستبدون الذين يعني جسموا على صدورنا. وهؤلاء المستبدون أيضا ولنكن صريحين ما كان لهم أن يتمكنوا من رقاب هذه الشعوب لولا نخب فاسدة موجودة بيننا مع الأسف ورثناها من عقود مضت، استطاع الغرب أن يخترقها، واستطاعت يعني نحن نعلم أن الذي قام بالانقلاب على السلطان عبد الحميد وآخر سلاطين الدولة العثمانية، ونحن لا نسمي السلطان عبد الحميد، هو رجل صالح ولكنه لم يكن خليفة راشدا، ولكن هناك نخب تركية تمثلت في حزب الاتحاد والترقي، الحزب العلماني القومي الطوراني الذي تبنى مثل شعارات حزب البعث العربي الاشتراكي في العالم العربي، انقلبوا على السلطان عبد الحميد ووضعوه في قصره، ثم استبدوا بأمر الدولة العثمانية الدولة الإسلامية التي يجب أن تكون إسلامية، وطرحوا الشعارات القومية وطرحوا سياسات التتريك، قادونا إلى ما يسمى الحرب العالمية الأولى وما سمي الثورة العربية الكبرى، ثم دخلنا في عصر من النخب الفاسدة الموالية للغرب التي يعشعش فيها ما كان يعرف باسم التنظيم الماسوني الذي هو صيغة من صيغ الصهيونية الخطيرة. كل هذه الأمور الآن على شعوبنا أن تواجهها بمزيد من الوعي، بمزيد من العلم، وبمزيد من الحكمة، والدهاء أيضا، الدهاء في العمل السياسي مطلوب، أن نعرف كيف ندخل وكيف نخرج وكيف نقارب حتى نستطيع، ونحن في مرحلة استضعاف، نحن في مرحلة فقه الاستضعاف، يجب أن نعرف كيف تكون لنا مداخلنا ومخارجنا. نحن لا نريد لا مكرا ولا غدرا. سيدنا عمر يقول: لست بالخب ولا الخب يخدعني، ولكن علينا أن نعطي هذه الأمور حقها حتى نستطيع أن نستعيد قرارنا. نعم. وأن ندافع عن وجودنا. نعم. المجتمع الدولي. نعم. شر محيط. نعم. بنا، ولكن ليس من السهل التخلص به. نعم. المستبدون، النخب الفاسدة، الناس الذين ضعف إيمانهم من أبناء هذه الأمة، كل هذه مشروعات على أبناء الأمة الأصلاء، على الفقهاء. نعم. والعلماء والمرشدين أن يأخذوا بزمام المبادرة ليقودوا هذه الأمة. نعم. إلى بر الخلاص. نعم. وهو إن شاء الله قريب. نعم دكتور.